وتيرة، دولو في نف ساعة، دولو أجمل رواية، دولو نوادر وحكاية، دولو هيا يا أطفال قوموا هلموا نشاهد لولو، 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 هيا يا أطفال قوموا هلموا نشاهد لولو. إنها تصيب الأهداف، لقد أصابت الهدف. حتى في يوم إجازتي لا أستطيع التمتع بالراحة أو النوم. اذهبي من وجهي. هكذا تعامل طفلتنا لولو؟ هذا لا يليق بك، اهدأ. وأنت يا لولو لا تثيري الضجة. حاضر يا أمي. أي لقد أصابت الهدف مرة أخرى. حقيقة أنك فتاة شقية. هكذا يا عزيزتي تعاملين طفلتنا الصغيرة؟ هذا لا يليق بك. لولو، إن الأفعال التي تؤذي بها الغير لا تفيد وتزيد في سيئاتك. وماذا أفعل لأزيد حسناتي؟ اعملي الخير، ساعدي الآخرين، حلي مشاكلهم، وهكذا تزيد حسناتك. لقد كنت أحلم، لكنه حلم مفيد. سوف أبحث عن من عنده مشكلة وأحلها. الخروج لملاقات أصدقائي يا أمي؟ الساعة الثالثة، هل تعديني بالعودة قبل موعد العشاء يا عزيزتي؟ أعدك بذلك. حسنا، انتبهي على نفسك جيدا، مفهوم؟ مفهوم. إلى اللقاء يا أمي. ذهب الليل وطلع الفجر والعصفور صوصو. سأبدأ من هنا. حظي سيء، لا توجد مشاكل اليوم. ستزيد سيئاتي إن لم أجد بعض المشاكل اليوم. الحظ تبدو عليه المشاكل. نفيخة، أعتقد بأن عندك مشكلة. مشكلة المشاكل؟ بديع هائل جدا. هائل؟ ماذا تقصدين؟ لا شيء، ما هي مشكلتك؟ هيا قل، أخبرني.
حسنا تفضلي اتبعيني. سأذهب إلى حفلة غدا مع والدي، ولا بد أن ألبس هذه الحلة. تبدو أنيقا. طوال عمري أنيق رشيق، ولكن انظري 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 للمشكل، لابد أنني ضقت عليها أو ضاقت علي. لماذا لا تحاول إنقاص وزنك الزائد؟ ها؟ كيف؟ دعني أفكر. ما هو الحل؟ كيف؟ لا فائدة. لا تيأس يا نفيخة، وإلا لن تزيد حسناتي. ماذا؟ لا شيء مهم، وجدت الحل، الهرولة. هرولة؟ واحد اثنان هرولة هرولة، واحد اثنان هرولة هرولة، هرول هرولة هرول هرولة هرول هرولة هرول 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 هرول. الهرولة هرولة أنفاسي. استمر، هيا هرول وإلا لن ينقص وزنك. هيا هرول هرول هرولة هرول هرولة هرول هرولة هرولة هرول هرولة هرول هرولة هرول هرولة هرولة. نفيخة لا تفكر في الطعام الآن. رائحة غريبة يا عم، بعض من العرب رائحة شياط. ماذا؟ أين؟ ها؟ هنا. الحمد لله، شكرا لك يا هذا، خذ هذه تعبيرا عن امتناني لك. نفيخة سيزيد وزنك. وهذه لك يا فتاتي. حسنا، لن يزيد وزنك كثيرا. شكرا يا عم. أرجو أن تشرفين بزيارتك وتحتفين فنجان القهوة. سأفعل حينما أجد متسعا من الوقت. نفيخة انظر يا للهول، ولدي ولدي. أجدونا 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 جليلا، ألف شكر، هذه شهامة. لا شكر على واجب، هيا نهرول يا نفيخة. انتظرا أيها الأبطال، خذ هذه تعبيرا عن امتناني. لا ضرورة لذلك، لم نفعل شيئا. ألا تحبان الموت؟ كلا كلا، بل نحبه كثيرا. إنك تسرع في الطعام. يا أسرع، بل أهرول. أحسنت، خذ. أعتقد بأن وزنك قد نقص كثيرا يا نفيخة. فعلا، لا أدري كيف أشكرك.
سأكون رشيقا عند لبس حلتي. إلى اللقاء. لقاء. إلى اللقاء. رشيقا. صديقة مخلصة هذه اللولو. هيا. عجيب لقد تدوزني. لابد وأن الهرولة تزيد الوزن من الآن فصاعدا لن أهرول أبدا. زادت حسناتي زادت حسناتي زادت. لا هذا صديقي جميل لابد وأنه وقع في مشكلة. ماذا يا جميل؟ لما تصرخ وتبكي؟ ما السبب؟ زملائي دائما يصغرون مني. كيف ولماذا؟ لأنني لا أستطيع صعود هذه الشجرة. إذن لديك مشكلة عويصة. أها. حسنا أنا أحب حل المشاكل. هيا هيا تقدم سأساعدك على الصعود. حقا؟ ارتفع تعلق بالشجرة. ارفعيني قليلا. حسنا هيا هيا اصعد. ارفعيني قليلا. حسنا هيا هيا. لقد تسلقتها تسلقتها. وهكذا قد أصبحت دون مشكلة. إلى اللقاء. يا للروعة، لقد أصبحت على قمة الشجرة وأرى مناظر جميلة جدا. ولكن من سينزلني؟ أغيثوني. النجدة النجدة. حللت مشكلتين ولدي حسنتين. حللت مشكلتين ولدي حسنتين. حللت مشكلتين ولدي حسنتين. حللت مشكلتين. والدي علمني شيئا تعلمته أيضا من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ألا وهو التفكير بقهر المستحيل. المستحيل الأول هو قيام اتحاد دولة الإمارات. كان البعض يقول كيف تنجح هذه التجربة في كيان ليست لديه مقومات الدولة وفي وقت فشلت كل الاتحادات العربية بين دول أكثر رقياً وتطوراً ونضجاً من الإمارات. الرقي والتطور والنضج لا علاقة لها بفشل تلك التجارب. كانت النظم الإدارية العربية في تلك الفترة فاشلة، فأفشلت جهود الوحدة بين حكوماتها. قيام اتحاد الإمارات علمني وجود شيء اسمه العزيمة ووجود شيء اسمه التصميم. علمني أن هناك قادة لا يحبون كراسي الحكم، إنما يحبون مصلحة شعوبهم. دلالات. زهرون إنها غلطتك. نعم قضية أنت يا زهر. انتظر لأمسك بك. لا لن تستطيعي. ستندم على ذلك. أنت لست ستندمين. سأمسك بك. لأرى ماذا سأفعل. خذي خذي.
خذي. لماذا تتخاصمان؟ سحلوط البادئ يا لولو. البادئ بماذا؟ أخبريني. لقد نسيت. وأنا أيضا نسيت. ماذا حدث لكم؟ ألستما أخا وأختا؟ لماذا تتخاصمان؟ إنه عنيد جدا. عندي فكرة، اسمعا جيدا. ما هي؟ ليكتب كل منكما في كتاب خاص حسنات الآخر، وحينما تشعران بالمخاصمة ليتذكر كل منكما حسنات الآخر، وبهذه الطريقة لا تتخاصمان. فعلا إنها فكرة جيدة، ولكن سعاد ليس لها حسنات بتاتا. حسناتي أكثر من شعر رأسك. انتظري، حان الوقت لتتذكري حسناته. لست متذكرة شيئا. حسناته؟ فعلا لقد أعارني قبطرة الثلج الجديد حينما اشتراه منذ أيام. ذلك يعني أنه يحبك، وهذه حسنة. وحسناتي ليست بعدد شعر رأسي، اكتبي من فضلك. صدقت يا زحلوت، إنه أخي الحبيب، وسأخبرك لماذا. لقد ساعدني في لبس القبطاب، وفعلا كنت فخورة بأخي. وأخرت أتزلج وأسرح وأمرح في الحديقة، وفجأة كنت سأسقط في مياه البحيرة لولا أخي الذي أنقذني من الغرق في اللحظة الأخيرة. لي حسنتان، اكتبي من فضلك. أرأيت له حسنتان، إنه ممتاز. وسعاد لها حسنات أيضا. سعاد، ألا تذكرين كنا نأكل الحلوى؟ كان طبق الحلوى أمامها وهي التي تقسمه فيما بيننا، وظننت لوهلة بأنها ستأخذ القسم الأكبر، ولكنها كانت كريمة. لقد أعطتني ثلثي الطبق واكتفت بالثلث. وهذه حسنة جيدة. فعلا أنت ممتازة. كل ما عليكم الآن أن تقرأ حسناتكما قبل المخاصمة. تذكر قراءة الحسنات. إلى اللقاء. لولو فتاة طيبة. طبعا لأنها صديقتي. بل هي صديقتي أنا. كاذب. أنت الكاذبة، وسأضطر لتأديبك. بل أنا التي. لنقرأ الحسنات قبل أن نتخاصم، وبهذا لا نتخاصم. أين الكتاب؟ لماذا تسألينني؟ لقد أعطيتك إياه. معك الحق. يا للغلطة، لولو أخذت كتابك. لماذا لم تنتبهي عليه؟ أنت الغبية. بل أنت الغبي، إنه كتابك، لماذا لم تأخذه منها؟ أنت مثال للغباء. بل أنت. سأؤدبك. سأؤدبك أنا. خذي خذي. خذ أنت. خذ. زادت حسناتي وقلت سيئاتي، زادت حسناتي وقلت سيئاتي، زادت حسناتي وقلت سيئاتي. لم أرى صديقي نايم هذا اليوم، لأذهب إليه. ماذا تريدين؟ أنا لولو، هل نايم في الدار يا عم المتحلق؟ لحظة بسيطة يا آنسة. نعيم معتكف في غرفته. عم المتحلق، ماذا تعني بذلك؟ أعني بأنه معتكف في غرفته، لا يريد الخروج منها قطعيا. عجيب، لماذا؟ السبب هي العصافير يا آنستي. العصافير؟ وما قصة العصافير هذه؟ الواقع بأن السيد نعيم يعشق تربية العصافير. الآن فهمت، والدا غير موافقان. العكس هو الصحيح، أنا الذي لا يوافق، ولدي أسباب خاصة لعدم الموافقة. عجيب، ما هي؟ لأنني أنا مربي السيد نعيم. أرجوك لا تلمسي شيئا. نعود للموضوع. أنا مربي السيد نعيم، أخ
وعوضا عن أتنبأ له سأتنبأ للعصافير وهذا شيء لا يطاق. إذن هذا هو سبب اعتكافه أليس كذلك؟ كلا يا آنسة، بل السبب هو غضبه مني لأنني طلبت منه أن يخرج شيئا من بين أسنانه. يخرج شيئا من بين أسناني؟ لم أفهم شيئا. سأشرح لك. حدثت بيننا مجادلة فعض بناجيزيه على قدمي فصرخت فيه. اخرج قدمي من بين أسنانك. ولماذا لم تقل له توقف عن عض رجلك حظك؟ لأنني مربي السيد نعيم ولا أريده أن يتعلم كلمة عض لأنها غير مستساغة. ربما كنت على حق يا عم متحذلق. والآن خذني إلى نعيم. حسنا يا آنستي. إن الأستاذ متحذلق لا يعلم كم أحب هواية تربية العصافير، وهذه مشكلة، مشكلة عويصة بيننا. سؤالي يا سيد متحذلق. أمري يا آنستي. أليس عندك هواية تحبها؟ هواية أحبها؟ أجل، الدراجات النارية. دراجات نارية؟ اخفضي صوتك. لا أصدق، أستاذ متحذلق يهوى الدراجات النارية؟ منذ صغري وهوايتي هي ركوب دراجة نارية، أجوب بها الطرقات طليقة. لقد شرحت بخيالي. ولما لا تتعاونان وتجعلان هواياتكما تصبح حقيقة؟ اقنعيه أولا. تعني أن أركب دراجتي النارية وأنت طبعا تربي طيورك؟ فعلا فعلا، وأتنزه معك على دراجتك النارية وبهذا تنحل مشاكلكما. أحقا ما تقول أن تسخر مني؟ ولما لا يا أستاذ متحذر. إذن سنحقق آمالنا بالدراجة والطيور. هي 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 حلت المشكلة. لولو كم هي الساعة الآن؟ الساعة؟ لقد وعدتيني بأن تعودي قبل موعد العشاء، وعقابا لك ستنامين دون طعام. أوه كلا. ألا يوجد أحد يأتي ليحل لي هذه المشكلة؟ حلالة المشاكل لا تجد من يحل مشكلتها. Yeah.